هلا رح نتوقف فيها عن برنامج المهندس الرقمي الصغير اللي بضم اكثر من 50 طفل بين اعمار 10 ل 15 سنه ضمن دورات وورشات عمل الرسم الالكتروني والبرمجه للصغار باستخدام برنامج سكراتش والروبوتك لليافعين. اليوم رح نتعرف بشكل اوسع على المهندس الرقمي الصغير لوين وصل ببرامجه بالنسخه الثانيه طبعا التدريب بجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه مع وسيم سعد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا، صباح المشاهدين جميعا. اهلا صباح الشوب وسيم. اي والله يسعد صباحك. صباح. وسيم، خلينا من البدايه نبلش ونحكي اكثر عن البرنامج، برنامج المهندس الرقمي، خلينا نحكي عنه ككل بعدين بنحكي عن اصدار النسخه الثانيه. تمام. هلا خلينا نرجع تاريخيا بالمهندس الرقمي الصغير. هو فكره طلعت فيها بال 2014، بلشت انه نحن اليوم الاولاد وقت بدنا نبعتهم بالصيف على نوادي احسن ما يروح على نادي، احيانا يضيع وقته بس فقط باللعب وانه بس يمضي وقت، لا نحن بنعمل شيء بنفس الوقت عم يلعب هذا الطفل او هذا اليافع وبنفس الوقت عم يتعلم. فطلعنا بشيء اسمه مهندس الرقم الصغير ولكن يتضمن برامج علميه بتمشي مع اعمار صغيره، نحن بناخذها من 10 ل 15 سنه. فهي عم ناخذ فيها الروبوتكس للاطفال واليافعين، عم ناخذ فيها لغات البرمجه اللي هي لغه برمجه سكراتش اللي هي كمان مخصصه لهذه الاعمار. بلشنا فيها على هذا النحو، انطلقنا فيها لبين ما كبرت الدوره. سنه عن سنه الدوره عم تكبر وتكبر، لو وصلنا لليوم طورنا البرنامج اكثر، صار عندنا اليوم برنامج مهندس رقمي الصغير الفيرجن 2 او النسخه الثانيه المحدثه اللي هي صارت تتضمن برامج اوسع، حتى البرامج اللي بقلبها من السكراتش او من الروبوتك صارت كمان متطوره اكثر، وضفنا عليها برنامج الرسم الكرتوني للاطفال. يعني نحن اليوم كيف قدرنا نربط هدول البرامج الثلاثه سوا؟ اليوم الطفل بفوت لعنا، نحن عم نعلمه اول شيء الرسم الكرتوني، في كتيب خاص للدوره للرسم الكرتوني، عم نعلمه كيف اساسيات الرسم، شخصيات كرتونيه او شخصيات هو بحبها هذا الطفل، عم نعلمه الاساليب المبتدئه للرسم، وبعدين المرحلة اللي بعدها عم نعلمه هيدي الشخصية اللي رسمها بشكل يدوي يرسمها على الحاسب من خلال برامج من شركة أدوبي. بس انتقل لهيدي المرحلة، هون صار عم يقدر يرسم الشخصية اللي هو بده اياها على الكمبيوتر. صار في عندنا تنمية إبداعات، أول شيء الإبداع تبعه عم يسقطوا على هيدا الكتيب المخصص والمطبوع لهيدي المواضيع. فبس خلص منها عم ينتقل منها مباشرة للحاسب، يطبق اللي تعلمه على الحاسب ويرسم هيدي الشخصية. انتقل للبرنامج اللي بعده اللي هو سكراتش، اللي هو برمجه بسيطه كثير لهيدي الاعمار. هو ما عم يكتب كود، ما عم يكتب البرنامج كتابه مثل ما المبرمجين بيكتبوه، هلا هون عم يكون الكود جاهز مقروء بالنسبه للطفل، عباره عن بلوكات بنعلمه اليه خوارزميه معينه لا يرتبها فوق بعضها، وممكن يختار الشخصيه اللي رسمها بالدوره اللي قبلها ليساوي لعبه ضمن هذا البرنامج او ليساوي برنامج ضمن برنامج السكراتش. كمان احنا السكراتش عم نقدر نربطها مع روبوتكس من خلال تجهيزات ويدو من شركه ليجو، فكمان عم ينتقل من الصوره فينا نقول الحركيه اللي عم نشوفها على الشاشه قدامه للصوره، خلينا نقول شيء حركي بين ايديه، فهو صار عم يبرمج على الكمبيوتر الحاسب الشخصيه اللي رسمها برمجه، بعدين ممكن يقدر يحركها من خلال ادوات الروبوتك اللي عنده، او بالعكس يساوي برنامج تتحرك التجهيزات اللي بين ايديه من خلال هيدا البرنامج. ربط هدول البرامج الثلاثه مع بعض، عم يكونوا خلال 6 ساعات تقريبا بالنهار، عم يكون في بيناتهم استراحات، ولكن هون مثل ما قلت بيجي بيسالونا الاهالي انه طيب انا شو ابعت مع ابني؟ بقول له ما بدي منه شيء، يجي معه بس بدي دماغه مثل ما بيقول دماغه ويجي لعندي وانا علي الباقي. فهيدي العلوم نحن بنشتغل عليها، علوم تفاعليه، علوم خارج عن المالوف، نطلع عن الاسلوب التقليدي لنخلي الطفل هو يتعلم، هو يبدع، يتعلم الابتكار. اكيد وسيم، كنت عم تحكي لنا تحت الهواء عن انه الاولاد عم يقعدوا ما بدهم يروحوا قد ما حابين هالكورس، خلينا نحكي عن اهداف هالبرنامج وايضا كيف عم تشوف تفاعل الاولاد مع هي البرمجه اللي هي السكراتش والروبوت. تماما. هلا نحن وقت مثل ما نحن بناخذ الاعمار من 10 ل 15 سنه، هدول الاعمار اليوم نحن ككبار كثير بيسالون الاشخاص، طب هدول الاهالي وقت بيتصلوا فينا انه طيب نحن اولادنا 10 سنين، طب هل حيستوعب هيدي القصص؟
نحن بيتفاجئوا الاهالي بعدين انه لا بالعكس هذول الاطفال او اليافعين هن عم يكونوا عندهم القدره ليستوعبوا هي الاشياء اكثر منا، لانه انت بالنهايه الطفل او اليافع هو صندوق مفتوح، فانت فيكي مثل ما بقولوا تعبيه بالاشياء اللي بدك اياها وتعلميه اللي بدك اياه، فهو كل طفل من هذول الاشخاص عندهم شخص مبدع جواتهم، اذا ما قدرنا نحن نستخرج هذا الشخص المبدع فما بنكون عملنا شيء، ولا هذا الشخص المبدع بيموت جوات هذا الطفل وبيضل ما عنده اي هدف بالحياه، فنحن هون اول شيء اذا بدنا نحكي عن اهداف عم نشجع الابتكار عند الطفل الابداع، عم نخلي التفكير يعني نخلي عقله الباطن يستوعب هيدي القصص ويطلع بمشاريع نحن ما بنكون احيانا متوقعين انه هو يطلع فيها. يعني اليوم كثير من الاشياء بتلاقي مثلا اليوم الموبايلات صارت غزت العالم وصارت بين ايدين الاطفال منذ صغر فينا نقول. فاحد الاطفال كان عامل ابلكيشن على السكراتش هو محاكاة لموبايله. يعني راسم فيك تقولي انه راسم موبايله على السكراتش وصار عم يتحكم وكانه واجهه موبايله موجوده على السكراتش وعم يشتغل فيها. تمام؟ غير هيك اليوم نحن عندنا مشاركه خبرات، برنامج السكراتش اليوم هو وقت بفوت بيعمل اسم مستخدم وكلمه مرور على الموقع العالمي تبع السكراتش وبفوت بيشارك الالعاب والبرامج اللي اشتغلها مع الاخرين بدول عالم ثاني، دول العالم الاخرى، فهو بياخذ ممكن ياخذ العاب موجوده يعدل عليها، ممكن العابه اللي موجوده ياخذوها يعدلوا عليها، فبالنهايه عم يصير تبادل افكار، مشاركه خبرات، عم يصير مشاركه ابداع فينا نقول، وعم يصير عندنا ابداع مبكر لهذول الاطفال اللي لقدام رح يكونوا مهندسين مبرمجين الى اخره من هذا الموضوع. يعني حادثه ثانيه صارت معي انه اليوم بتشوف الطفل من هو صغير ما عاد قال لك انه والله انا بدي اكون، بتقول له شو بدك تكون، مثل ما اي طفل بيقول لك انا والله بدي اكون طبيب، بدي اكون صيدلي، هي المهن اللي صارت متعارف عليها، اليوم صار بيعرف هو تمام، يعني صار بيعرف هو وين بده يروح، صار بيقول لي الطفل والله انا بدي اكون مهندس ميكاترونيك، بيساله طب شو هي هندسه الميكاترونيك، برجع بشرح له اياها، هو شو عمره بيكون 11 12 سنه. فانت حددتي له هدفه من هو صغير. اضافه نحن ما عم نحكي ثلاث برامج، فهو عنده ثلاث خيارات ممكن ينطلع منها، ان كان الرسم الكرتوني ممكن يشتغل لاحقا بمواضيع التصميم، ممكن يشتغل بمواضيع تصميم الالعاب. هذا مجال، المجال الثاني انا عم بحكي مثلا البرمجه هي البيزك او هي الاساسيات، لاحقا رح ننتقل للغات برمجه معقده اكثر ومهمه اكثر، الروبوتكس نفس القصه، فهون عم نعلمه، يعني الروبوتكس حكينا كثير عليها بالفترات الماضيه انه هي بتعلمه الميكانيك والرياضيات وعلوم الفيزياء والبرمجه، فانت وقت عم تدمجي هذه الاشياء كلياتها وهذا الطفل عم يشتغل بايده ويتعلم، عقله الباطن هو عم يتعلم، هو ما له عرفان، هو قاعد عم يلعب. صح. وسيم يمكن عم بذكرنا بالمقدمه انه اكثر من 50 طفل كانوا هن موجودين بالدوره وعم يتلقوا يمكن وعم يقوموا بممارستها بعده دورات، الكل نفس مستوى بعضه ولا في شيء يمكن اقل مستوى؟ وهون شو تركيزكم بيتم على عليه لحتى يصير بمستوى باقي الطلاب؟ وفي طلاب يمكن ما عندهم القدره انه هن يركزوا بهذا الموضوع. هلا كمان هذا السؤال اللي بنساله، طيب ضروري يكون ابني عنده ذكاء لاقدر فوته بهيدي الدوره؟ اكيد هذا الموضوع ما له مرتبط، ذكاء ممكن يعزز هذا الموضوع لانه يمكن في حدا كان عم يشتغل عليه وطلع له هذا الذكاء اللي عنده، هون بقى مهمتنا. فنحن وقت بفوتوا عندنا الدوره مثلا حاليا عندي ثلاث دورات ماشيين، ثلاث دورات للاطفال عم نشتغل عليهم، بنفوت في شخص اول، في طفل مثلا اول ما بفوت او يافع بحس بالملل لانه ما بيعرف شو وين فايت، مره على مره على البرامج التفاعليه بتلاقي مشي مع هون، فرق العمل وقت عم نشغلهم كمان بيحفزوا بعض بين بعضهم، فهون ما في شيء اسمه انه انا اذا مو ذكي ما بفوت، بالعكس انا بفوت بخليهم بشتغل عليهم، يمكن اول فتره يتعذبوا المدربين ليوصلوا فيهم لمستوى واحد، وصلنا فيهم لمستوى واحد بعدين انطلقوا.
فبعد هيدا الانطلاقه هون بقى خلاص انا صار عندي تقريبا فريق واحد، انا بقسمهم ضمن القاعه لفرق، فرق عمل. هدول الاشخاص عم يتعلموا طبعا غير القصص الابداعيه، عم يتعلموا اليوم روح الفريق، مشاركه الافكار، عدم احتكار الفكره. انا عندي فكره وانت عندك فكره، اذا تبادلناهم فصار عندك انت فكرتين وانا فكرتين. صحيح تمام اكيد. طب وسيم خلينا نحكي، يمكن هي كمان انت لنا هي الدوره هي استكمال لدورات سابقه وسنوات قديمه، شو الجديد اللي عم ينشغل عليه؟ يعني كل دوره عم تقدموا شيء جديد حتى فعلا تجذبوا اكبر عدد من ايضا الطلاب وتدربوهم على البرمجه. تماما، يعني هدفنا احنا ننشر هيدي الثقافه، نطلع عن المفهوم التقليدي، عن مفهوم بس انه التلقين لمفهوم البحث. يعني اليوم وقت عم يشتغلوا بهيدا العلوم عم بده افكار، يعني مثلا هو عجز، وصل لمرحله معينه، وصل لمرحله معينه عجز عن انه يجيب افكار، فهو صار الانترنت قدامه، صار عم يعرف يبحث عن المعلومه اللي بده اياها، فهو صار باحث عن المعلومه وليس فقط متلقي للمعلومه. البرنامج المهندس الرقمي الصغير يمكن الاسم واحد لانه العالم عرفت هذا الموضوع، عرفت اهميه البرنامج، ولكن هو من داخله قابل للتطوير دائما. يعني هلا مثلا الافكار القادمه ممكن ندخل دورات الكترونيه لها علاقه، ممكن البرنامج يكبر ما يضل ضمن نهار واحد، ممكن يكون على اكثر من نهار، ممكن يتطور اذا فوتناه باي جهه تعليميه حبيت تتبنى الموضوع، فينا كمان نعزز هذا الموضوع يكون ضمن حصص اسبوعيه تنضاف لامور الدراسه. فهو برنامج ماله متعلق بس بهيدي البرامج الثلاثه، كل قابل للتطوير. كل طبعا كل فتره وفتره احنا بنشوف شو في شيء جديد. انت عم تحكي تكنولوجيا، اليوم التكنولوجيا اذا ما انت واكبت التكنولوجيا ضليت عم تمشي معها، فخلص انت بتوصل لمرحله رح توقفي. فنحن بنشوف شو في علوم جديده عم تطلع، نحن بنحاول نعلمهم اياها لهيدي الاطفال. نحن ما بنشوف الاطفال، مثلا الاطفال الموجودين نفرض باليابان بيقولوا كثير اذكياء، بس كثير اذكياء لانه اشتغلوا عليه هون منذ الصغر. فنحن كمان فينا نشتغل على هذا الموضوع ليكون عندنا اطفال مبدعين ويشتغلوا على هذا الشيء. فنحن كل ما بنشوف شيء جديد مباشره بندخله، بس ما بندخله كيف ما كان، بندخل بحيث بيكون البرامج كلياتها مترابطه مع بعضها، بتحقق عدم تململ لهدول الاطفال، بتحقق متعه بالتعلم، وبالنهاية نشوف مشاريع عم تنشغل بين إيديه هون. وأحيانا بتلاقي في كثير من هدول الأطفال عم يطلعوا يشاركوا بمسابقات كمان. نعم نعم. وسيم، برنامج المهندس الرقمي الصغير هو بنسخته الثانية، هذا البرنامج قديش قابل أنه هو يمكن يصير نسخ أكثر وأكثر، وهل في فكرة بتطويره بنسخ جديدة؟ طبعا هلأ مثل ما طورناه هي السنة وكان هو النسخة الثانية ودخل إلى رسم الكرتوني باستخدام الحاسب، مستقبلا نحن عم نحكي على تطويره بس ندخله دورات الكترونيه، بحيث انه كمان دخل دارات بنسميها دارات الاردوينو اللي بنعلم فيها الاطفال كمان، بس هون بيجي من سن 12 وما فوق، بنعلمهم كمان كيف هون ساعتها يجيبوا هذه القطع الالكترونيه، كيف يركبوها، كيف يصنعوا روبوت او يصنعوا اي شيء بدهم اياه، ولكن باستخدام. بس هون انتقلوا لمرحله ثانيه من البرمجه، هون صاروا بدهم يتعلموا كيفيه كتابه بعد ما تعلموا الاساسيات. هلا شو ممكن كمان نشتغل للاطفال؟ يعني هلا نحن عملوا لنا كثير الاهالي، طب ما عندكم شيء اصغر؟ بالفعل هو عندنا شيء، الشيء المطور اللي لازم نشتغل عليه هلا، وساوينا كم دوره تدريبيه منهم كتجربه، دورات خاصه بالاطفال كمان من عمر الخمس سنين. ففي دورات بلشنا فيها من خمس سنين لتسع سنين، كمان لها علاقه بعلوم الروبوتكس ويدو، كمان عم نعلمهم عليها كيف يربطوها مع السكراتش. فهون انا بلشت، يعني هون عم برجع بالاعمار لورا لبلش يصير امشي صح، اعمار صغيره فالاكبر فالاكبر فالاكبر. طيب وسيم، ممكن هي الدورات عم دائما عم تكون بفصل الصيف ولا في عم تعملوها ما بعرف اذا بفصل الشتاء؟ وخلينا نحكي، هل في شهاده بيحصل عليها الطفل يعني هيك تسوق له شوي عمليا بالمستقبل؟ تمام. هلا بيكون في شهاده. نحن بالصيف بيكون الموضوع مكثف اكثر، نحن بنسويه بشكل يوم يوم، لا بالصيف احيانا بشكل يومي، كونه الاطفال موجودين ما عنده شيء. هلا في كثير من الاهالي كنا نسويه بشكل يومي، بس الاهالي يقولوا انه اوكي بدنا نفوته بس مجال رياضه معين، فلهيك عم نسويها يوم يوم، لا هي بالصيف. بالشتاء هي مستمره، بتضل بتصير كل يوم سبت، فقط يوم واحد بالاسبوع بنشتغل عليهم، تقعد الدوره بالاحوال العاديه. هلا بالصيف عم تاخذ شهرين ونص، فبحدود 146 ساعه تدريب عم ياخذوا بالمجمل بين هذه الدورات.
فلاحقا وقت بصيروا بالشتاء عم ياخذوا يوم واحد بالاسبوع، ما بيأثر شيء على دراستهم، بالعكس عم يعزز هذا الموضوع بدراستهم، لأنه صار عندهم حافز أكثر إنه هن مثل ما قلت لك يبحثوا عن المعلومة، ما عندهم شيء اسمه فشل، فهو عندهم الفشل بتعلم منه لأقدر ضبط أموري أكثر. هلا الشهادة بالأخير في شهادة، يعني تخيلي هو كطفل يمكن أول شهادة بياخذها بعمره بيكون، فحتكون هي بالنسبة لها يمكن ما نحن بنشوفها، البعض بيشوف لك إيه كرتوني، لا ولكن هي كثير حافز معنوي لهذا الطفل انه انا اخذت شهاده عن برنامج تدريبي حضرته وتميزت فيه. نعم. قديش مهم وسيم يمكن من بعد هي الدورات وحصولهم على الشهاده الاستمرار يمكن معكم بدوراتكم، يعني في دورات بدائيه وفي دورات اكيد متابعه او رديفه للدورات. اكيد مثل ما قلت لك هلا هون البرامج الثلاثه، البرنامج الرسمي الكرتوني مباشرة ممكن يطلع لبرامج مطورة أكثر، برامج معقدة أكثر وأصعب، فهون صار بيقدر هيدي الشخصيات الكرتونية مو بس يرسمها، ممكن يرسمها بشكل ثلاثي الأبعاد، ممكن هون يتطور ليصير يبرمج لعبة كاملة مثل الألعاب اللي عم نشوفها، الألعاب المعقدة واللي كثير عم تكون الجرافيك أو الصور تبعها شكل احترافي كثير. هون بقى رحت بمرحلة ثانية، مرحلة أصعب، البرمجة صار اليوم بيفوت بمثلا لغات برمجة سي بلس بلس، ممكن يفوت بلغات برمجة أخرى أصعب، لغات برمجة لها علاقة بالروبوتكس، اليوم كمان الروبوتكس هي ما الروبوت، يعني مثل ما عرفنا سابقا كثير انه ما هو فقط الآلة اللي بنشوفها قدامنا اللي هو بيتحرك بشكل تلقائي، لا الروبوتك أي شيء بيشتغل بدون فينا نقول يد بشريه فهو عباره عن خط انتاج، اليوم وقت بيشتغل لحاله هو عباره عن اليات روبوتيه. نعم. معامل عم تشتغل اليوم تصنع سيارات بروبوتات، فهيدي الافكار. نعم. كلها عم تتطور عند الاطفال، وكل ما ارتفع بالمستوى كل ما عم يكون تفكيره ومشاريعه اعلى. اكيد يعني نحن بنتمنى لك التوفيق، وبنتمنى انه يكون في كثير يمكن مبرمجين صغار نشوفهم بالمستقبل عم يعملوا برامج كثير مهمه. اكيد نتمنى بحلقات الجايه يكونوا معك كمان. يكونوا معك كمان. شكرا لوجودك معنا وسيم. شكرا كثير.